الانطلاقة خصصت لإجذاع الكار من مسافة 6 كيلومترات. أتواصل مع أول المراكز ومع المقدمة كي نكشف أوراق هذا الشوط مع هذه الانطلاقة الجميلة. وجائزة هذا الشوط هي السيارة شيفروليه تاوستيشن، هي الجائزة المقدمة وأيضا التي رصدت لمن سيحصل على أول المراكز. هنالك الصدارة والمقدمة، تواجد الدان لعبد الله بن خالد بن حارب المهيري مع المركز الأول ثاني المراكز، تواجد وتقدم المركز الثاني رجيف العبيد بن سعيد بن منانة الكتبي ثالث المراكز. المركز الثالث هنالك الانطلاقة والتواصل من قبل شعار بن حمودة من يصل بهذه اللحظات مع المركز الثالث ومع هذه الانطلاقة الجميلة. شوهين حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري ينطلق شعار إلى المركز الثاني ثالث المراكز. هنالك التواجد من قبل أحد الأسماء المتواجدة والمنطلقة والتي تشكل هذه المنافسة الجميلة، محنة لسلطان بن سعيد مسلم الدرعي رابع المراكز. شعار سندباد القطري يصل، أو هنالك الزعيمة لحمد بن محمد بن سالم بن جويل مع المركز الرابع وخامس المراكز. تواجد محمد بن جيل المرر مع المركز الثالث، ولكن نعود إلى شوهيب من حلقت مع الصدارة وأقلعت مع السيارة مع المركز الأول. شوهيب حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن يا سلام الصمود تنطلق مع الصدارة ومع المقدمة تشكل المنافسة وأيضا إدبارة الخطورة من الصمود. أحمد بن محمد بن العضيل العامري من انطلق شعاره مع المركز الأول، وما زالت شوهيب بدائرة المنافسة مع المركز الثاني. حمودة بن غانم بن حمودة الظاهري وصلت هنالك جبارة ناصر بن مبارك الشام. السيارة تحتار ما بين هذه الأسماء، الصمود شوهير غيرت، انطلقت شوهير باللحظات الأخيرة باللحظات وأمتار الحسم. سلام وتحية واحترام لحمودة بن غانم حمودة الظاهري، والثاني موصول لجابر بن جهين المري من قدم لنا شوهير من حصلت على سيارة هذا الشوط المركز الثاني. الصمود لأحمد بن محمد بن سعيد القضية العام المركز الثالث، جبار ناصر بن مبارك الشامسي المركز الرابع، كان الوصول من قبل رجيف العبيد بن سعيد الملاك في المركز الخامس، كان الوصول من قبل صدى لسلطان بن علي اليبوني الظاهري. اذا نهني جميع الفائزين، كما نذهب بالتهنئه لحموده بن غانم بن حموده الظاهري من قدم لنا شوهين او من يمتلك شوهين من وصلت الى خط النهائي مع تلفزيون ناموس. 9 دقائق 19 ثانية. إذا هذا هو أفضل توقيت زمني سجل في هذه الفترة الصباحية برفقة شوهين من حققت هذا الانتصار المميز. تهاني وتبريكات نزفها لحمودة بن غانم بن حمودة الظاهري. 9 دقائق 19 ثانية، 2:08 من الثانية. هذا هو التوقيت الأفضل. كما نهني جابر بن جفين المري من قدم لنا شوهين ومن سجل التوقيت الأفضل في هذا اليوم. المركز الثاني كان وصل من قبل الصمود، توقيت الزمن 9 دقائق 19 ثانية، 4:94 من الثانية. التاسع كان لأحمد بن محمد بن سعيد الرضيع العام المركز الثالث، كان الوصول من قبل ثالث المراكز، كان الوصول من قبل جبارة، توقيت الزمن 9 دقائق 20 ثانية، 4:00 من الثانية. الثالث تبريكات لناصر بن مبارك الشامسي من قدم لنا